بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد رئيس. سيد وزير، في حقه احنا بغينا من هذا التعقيب باش نعبروا على الدعم اللي كتقدموا الوزارة ديالكم المعنوي من خلال الورش الوطني الكبير اللي فتحتوه، والفلسفة اللي كيقوم عليها، واللي عطى واحد الانطلاقة كبيرة يعني لجميع الجمعيات، واللي بغينا الدفع به للأمام، إلى درجة أنه لقاءات في بعض الجهات اللي هي وسحب على جهة السوسمة الصدر عادر، تلقى في أكادير ولقاء في ورزازات. وكذلك يعني كنتسائلوا بالنسبة لهذا الورش اللي خاصه دعم كامل والدعم للجمعيات، كنشوفوا بعض الجهات كتعامل معاه يعني ببرودة. فانطلاق ديال الدعم الحقيقي للجمعيات كينطلق من الدعم ديال هذا الورش يعني بنفسه. لهذا كنطرحوا تساؤل حول هذه المسألة. ثم خفنا هاد المحطات اللي كتقوم بها السيد الوزير عادة فيها بذخ كبير، هذه فيها يعني واحد الترشيد كبير، خفنا لا يكون تأثير، وبالتالي بغينا باش تكرموا الضيوف ديالكم يعني في المستقبل، والدعم ديال هاد الجمعيات يعني الكامل يعني في الأعمال ديالها. شكرا.